بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد من بنك الأسئلة الشامل من تطبيق مستر حامد البيومي في سلسلة مراجعة شهر فبراير، حل أسئلة الاختيار من متعدد. يا ولاد اختر الإجابة الصحيحة. أول نقطة، مين اللي بتتكون نتيجة تسرب المية من الصخور المسامية؟ من الصخور المسامية الإجابة إيه يا جماعة؟ مين اللي بيتكون نتيجة تسرب المية؟ كلنا عارفينها يا مستر، المياه الجوفية اللي بتعدي من الصخور المسامية. السؤال اللي بعده، الغلاف مين بيحتوي على جميع الغازات؟ مادام غازات يبقى الجوي، مسطح مائي كبير من المية المالحة، مادام البلحة يبقى نختار يا البحر يا المحيط. البحر هو اللي موجود. كل مما يلي من مكونات الأنظمة غير الحية، يعني كل دول غير حي، ما عدا مين؟ أقول له الحشرات لأنها كائن حي. اللي بعده، توجد معظم المية العذبة في صورة إيه؟ برافو عليك اللي قال، في صورة متجمدة وهي الأنهار الجليدية. نسبة المياه المالحة كام في المية؟ أقول له كلنا عارفينها، هي الكمية الأكبر 96.5%. شفت حل التدريبات بالإجابات بيأكد المعلومات يا واد يا بركات. يمثل مين منطقة أحيائية؟ كل دول منطقة أحيائية، الغابات فيها حياة، وهنا وهنا، ما عدا مين؟ ما عدا مين؟ أسيبك أنت تختارها. اللي بعده، معظم المياه العذبة على الأرض بتوجد في صورة إيه؟ قلنا زيها، أسيبك تجاوبها، أترك لك بعض الإجابات. نيجي للسؤال اللي بعده، يعتبر الإنسان يا ولاد جزء من الغلاف، من أنهي غلاف يا مستر؟ جزء من الغلاف الحيوي لأنه كائن حي. امتصاص النبات للهواء ده ماتش بين مين ومين؟ بين أنهي غلاف وأي غلاف؟ أقول له بين الحيوي والجوي، لأن النبات كائن حي والهواء جوي. من المسطحات المائية المالحة في الاختيارات؟ يبقى نختار مين؟ بدام مالحة، كله مالح يا مستر، البحار مالح والمحيط مالح وبحيرة عسل مالحة ما عدا بحيرة ناصرة من البحيرات العذبة. مين في دول يحتوي على مياه عذبة؟ أقول له الجداول المائية. مين في دول لا يمكن أن يعيش في مياه البرك؟ برافو عليك، الدلافين، الدولفين يا ولاد. من خصائص مياه البرك إنها مية إيه؟ مية عذبة، بس عذبة إيه؟ عذبة راكدة بالدال. جميع ما يلي من مصادر المياه العذبة ما عدا مين؟ أقول له ما عدا البحار، مياه مالحة. يعيش السلمندر فين؟ أقول له في مياه البرك والضفادع. المسطح المائي اللي بيحاط باليابس من جميع الاتجاهات ده تعريف البحيرة، برافو عليك اللي قال. يحتوي الغلاف مين على الهواء المحيط بكوكب الأرض؟ مادام هواء يبقى الغلاف الجوي. سمك السلور يوجد في المية كموطن طبيعي، وده تفاعل بين الغلاف إيه والغلاف إيه؟ أقول له مادام سمك يبقى حيوي، مادام مية يبقى مائي، يبقى الإجابة المائي والحيوي. تعتبر مين من الغلاف المائي؟ بص في الاختيار، برافو عليك، الأنهار الجليدية ولكنها صورة متجمدة. كل ما يلي من خصائص الجداول ما عدا إنها مياه إيه؟ إنها مياه راكدة، ما عدا إنها مياه راكدة، هي دي الإجابة الصحيحة. ما عدا النظام البيئي المناسب لنمو زهرة اللوتس، زهرة اللوتس النظام المناسب ليه تكون المية إيه؟ راكدة وعذبة، راكدة بالكاف. الماء العذب اللي بيتدفق من المناطق المرتفعة إلى المنخفضة يبقى ده اسمه إيه؟ أقول له عرفته يا مستر، ده تعريف النهر، هو المياه العذبة اللي بتتدفق من المرتفع إلى المنخفض. من الأنظمة البيئية للمياه المالحة نختار مين؟ بحيرة عسل، اسم على غير مسمى يا وادي عسل. أي مما يلي يعتبر مثالا على تفاعل الغلاف الجوي مع الغلاف الحيوي؟ أقول له يبقى تنفس الكائنات الحية.
التنفس غازات يبقى جوي، والكائن الحي حياة يبقى حيوي. ونكمل بقية السؤال، فاضل 6 نقاط وناخد النقطة 26. 26 بيقول لك مسطح مائي محاط باليابس من جميع الجهات، به ماء غالبا، غالبا ما يكون من البحيرة، والبحيرة في منها العذب ومنها المالح، تعتبر من مسطحات مائية مالحة المحيطات. التفاعل اللي بين الغلاف الأرضي والغلاف مين يمد التربة بالعناصر الغذائية؟ أقول له يبقى الحيوي متمثل في النبات. مين الغلاف اللي عنده الغازات المحيطة بكوكب الأرض؟ أقول له يبقى الجوي. مين اللي بيحتوي على مياه عذبة وراكدة؟ أقول له مياه البرك والمستنقعات. ثعلب يحفر في الأرض، يبقى ده تفاعل بين الغلاف مين والغلاف مين. مكتوب الأرضي كأرض، لكن الثعلب كائن حي، يبقى غلاف مين حيوي. كده خلصنا سلسلة الاختيار من متعدد، وقبلها سلسلة الإكمال، وإن شاء الله يكون لنا تسجيل آخر مع سلسلة أسئلة المصطلح العلمي. يا رب يكون بسيط وسهل يا أولاد بإذن الله.